ينضم معنا من ستوكهولم للحديث عن الانهيار غير المسبوق للدينار العراقي منذ العام 2003 والكساد الذي شهدته الأسواق بعد قرار تخفيض قيمة الدينار العراقي. ينضم معنا الأستاذ عباس النوري الكاتب السياسي. أستاذ عباس، بداية مرحبا بك. لماذا لجأت الحكومة إلى هذا القرار الآن وهي تعرف تماما آثاره السلبية على الاقتصاد العراقي وعلى وضعها أيضا، يعني وضعها السياسي المترنح؟ أولا الحكومة قرارها ليس بيدها، يعني مصطفى الكاظمي مع الأسف كان وليدة ثورة تشرين والتظاهرات وغيرها، ونصب بمباركة أمريكية وباتفاقية بين القوى السياسية. القوى السياسية إذا هي فاسدة فمن تنصب؟ هذا واحد. اثنين، هؤلاء الناس خاوين إلا من شيء واحد، يعني ليس لديهم أفكار لا اقتصادية ولا اجتماعية ولا سياسية لإنقاذ البلد، بينما البلد يعيش على بحر من الثروات، وفيها ثروات كثيرة من غير الثروات النفطية، هناك ثروات بشرية ومعادن وما إلى ذلك، لكنهم ليس لديهم فكر اقتصادي أو سياسي إلا فكر واحد باتجاه واحد، وهو كيف يضمنوا مصالحهم الشخصية والحزبية ليس إلا. إذن القرار بيد من؟ القرار هو أمريكي وتكالب القوى السياسية اللي تحكم العراق. لماذا لم تتجه الحكومة مثلا يعني بدل هذه الإجراءات التي اتخذتها، مع أنكم يعني ذكرتم أن القرار ليس بيدها، لماذا لم نشهد يعني أي توجه لاسترجاع مثلا الأموال المنهوبة من خزينة الدولة لمحاسبة مسؤولين والحجز على أموالهم مع وجود أدلة دامغة تدينهم لدى اللجان التحقيقية؟ ألم يكن هذا بابا لتمويل الخزانة؟ بغض النظر يعني إذا تحدثنا عن موضوع القرار خفض قيمة الدينار العراقي بيد حكومة الكاظمي أو بغير يد أو بغير حكومة الكاظمي، كان يكون قوة دولية أو غيرها، يعني لماذا لم نسمع بأي اتجاه لاسترجاع الأموال المنهوبة؟ أستاذ عباس. أستاذ العزيز، أولا لابد الشعب العراقي أن يعي، وأتمنى المشاهدين والمستمعين يعون خطورة الأمر. الأمر من مسألة الداعش وتلاشق الاتهامات وما بينهم والتظاهرات، وكل هذه الأمور تريد أن تسوق العراق إلى الإفلاس. إذا أعلنت إفلاسها فأصبح العراق العوبة بيد الأجنبي يتلاعبون به كيف يشاء، ويبقى الشعب العراقي هو المتضرر الأول والأخير. ولكن هناك أفكار كثيرة لتنمية الاقتصاد، يعني عوضا ما أضعف أنا الدينار كان المفروض أرفع 3 أصفار، يعني هنا تركيا أنقذت موقفها وأنقذت اقتصادها بمثل هذا الأمر. اثنين، عوض ما أنه الآن في مسألة الفاو، الصين تريد أن تنمي البنى التحتية العراقية بدون أي مقابل، ولكن هم يريدون إعطاءها لشركة كورية لأنه هناك في اختلاسات وهناك في رشاوي وأمور كثيرة، وهناك ضغط أمريكي حتى لا تدخل الصين في وضع العراق، والعراق يعني يدمى من كل الجهات. يعني أستاذ عباس، ليس لديهم أفكار. يعني تريد أن تقول أن الولايات المتحدة مستفيدة من هذا القرار؟ طبعا، وهذا أيضا تلبية لمصالح إسرائيل، يعني هذا لازم تعرفه. العراق منذ الأزل كان بقواتها شاركت في جميع تقريبا الحروب ضد إسرائيل، ونعرف كيف إسرائيل قصفت المفاعل النووية في العراق، والآن أغلب الدول العربية والخليجية بدأت تطبع، وهذا ضغط لكي يتجهوا بهذا الاتجاه. طيب، ليس عباس،
يعني في العراق معروف عنه أنه يعني بلد ولادة للكثير من الكفاءات العلمية والاقتصادية. تدهور الأمور بهذه السرعة الدراماتيكية بالعراق حتى تلجأ الحكومة لخيار الاقتراض ثم بعد ذلك خفض قيمة الدينار العراقي، أمن قلة من كفاءات العراق؟ لا، ليس قلة الكفاءات، لكنهم لا يستمعون. يعني المشكلة هم يعرفون الأضرار من هذه العملية لكن لا يهمهم. يعني مثلا على سبيل المثال، لو انه الرئاسات الثلاثة قللت رواتبهم والامكانيات، اعضاء النواب الوزراء وكلاء الوزراء الدرجات الخاصة، لكن يذهبون على الفقير. يعني مرة ياخذون 20% يزيدوا الصرف الدولار مقابل الدينار، فهذا يزيد اسعار السلع الاستهلاكية على المواطن، ومن جهة أخرى يخفضون رواتب الموظفين 20%، وهذا يدر لخزينتهم. وكيف صرف الدولار المزاد اللي أعلن البنك المركزي هي لبنوك تديرها هذه الأحزاب وهذه العصابات ليس إلا. شكرا لك أستاذ عباس النوري الكاتب السياسي، نشكرك شكرا جزيلا.